new friend, Jacob? Just some kid. Ugh, horrible things, children. You could say that again. You can say that again. ده عبارة عن expression احنا بنستخدمه لما تكون موافق على حاجة اتقالت. حاجة زي اعتقد ذلك. I think so. You're right. I agree with you. فبدل ما تقول I think so, you can just say, you can say that again. لو هتترجمها حرفي معناها بإمكانك أن تقول هذا مجددا. ده معناه أن الكلام على هواك وبالتالي أنت موافق على كلام اللي اتقال. So that's why you can say that again. It's used to express complete agreement with something just said. بمعنى I think so. I agree with you. You're right. معاك حق. اعتقد ذلك. For example, اتنين بيكلموا بعض فواحد بيقول she's in a bad mood today. مزاجها سيء النهاردة. هي مش في المود النهاردة. فالتاني رد وقال you can say that again. You can say that again بمعنى اعتقد ذلك. اوافقك الرأي. معاك حق. Another example here. اتنين مثلا دخلوا يتفرجوا على فيلم في السينما. فواحد فيهم مش عاجبه الفيلم فبيقول this is so boring. يعني الفيلم ده ممل. الحاجة دي مملة. ايه الملل ده؟ فالتاني رد وقال you can say that again. ايوه معاك حق. فالمثال اللي معانا النهارده من فيلم سي بيست، ساره بتكلم جاكوب فبتقول له نو فريند جاكوب، يعني دي صديقتك الجديده يا جاكوب؟ فرد وقال جاست سم كيد، لا دي مجرد طفله، دي عيله كده، طفله انا ما اعرفهاش، جاست سم كيد. فردت وقالت هوربل ثينجز تشيلدرن، يعني مخلوقات فظيعه الاطفال دول، يعني الاطفال حاجه فظيعه يعني. فرد وقال يو كان سي ذات اجين، بمعنى اعتقد ذلك، معاك حق، هم فعلا فظاع. اذا لما تحب تقول اي ثينك سو لحاجه اتقالت قدامك يو كان سي، يو كان سي ذات اجين. New friend, Jacob? Just some kid. Ugh, horrible things, children. You could say that again. You could say that again. You could say that again.